بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم دلوقتي على disease of the kidney والurinary tract. أولا أتمنى إن شاء الله يا أولاد إنكم تكونوا ماشيين كويس في جدول المذاكرة، والأمور تبقى ماشية ومفيش أي مشاكل. بعض التسجيلات أنا يمكن بتتأخر شوية في إن أنا أرفعها على السايت، يعني إن أنا مضغوط شوية في الوقت، فمعلش اعذروني. ولو انتوا حاسين التسجيل بيبقى متأخر شوية عن بداية المذاكرة، يعني يا ريت تبدأوا، ما تنتظروش التسجيل، ووقت ما ينزل التسجيل تسمعوا. يعني هو المذاكرة يعني غير يعني مرتبطة بالتسجيل، يعني انت ما تعطلش نفسك عشان التسجيل ما نزلش. يعني متفترض لو التسجيل مش موجود اصلا خالص، يعني افترض في اي ظروف مثلا انت مش هتذاكر، لا ابدأ مذاكرتك عادي خالص، وقت ما التسجيل ينزل اسمعه. والله ما كنتش بدأت الشابتر، ببص على الصفحة كده قبل ما تبدأ الشابتر، لو لقيت ان التسجيل نزل وانت لسه ما بدأتش اسمع التسجيل وانذاكر. ما كانش ذاكر وبعد كده اسمع التسجيل كنوع من انواع المراجعة، بس مش عايزين يعني نضيع وقت، يعني عايزين نلتزم بالجدول ونخلص في الميعاد اللي اتفقنا عليه بإذن الله. طيب هبدأ disease of the kidney. اول جزء عندنا مهم اللي هو الكونجينيتال disease of the kidney، جزئية اللي هي الكونجينيتال بوليسيستيك كيدني. حته البوليسيستيك كيدني هنتكلم على كيدني بوليسيستيك كيدني، يعني كيدني مليانه سيست، ودي في عندنا نوعين والمقارنه هنا مهمه. النوع الاولاني بنسميها ادلت بوليسيستيك كيدني، والنوع الثاني بنسميها انفانتايل بوليسيستيك كيدني. الفرق الاساسي ما بينهم ادلت بوليسيستيك كيدني ازاي، ادلت هو مرض وراثي، هو مرض وراثي خلقي في الكلى، ولكن بيكبر ويعيش بيه، ولذلك البروجنوستيك بتاعه احسن، ما بيموتش الا بعد فتره طويله، وممكن يعيش بيه فتره 40 سنه 50 سنه. الانفانتايل بوليسيستيك كيدني بيسموه انفانتايل لان بيجي كونجينيتال انفانتس، يموت الانفانتس وعمرنا ما شفناه في الادلتس لانه ما بيعيش بيه. الفرق الاساسي ما بين الاثنين كونجينيتال يعني من الناحيه الوراثيه، ان ده مشكله في البوليسيستين 1 جين، وده اوتوزومال دوميننت اللي هو الادلت، الادلت اوتوزومال دوميننت صفه سائده، ده مش حلو، بينتشر بسرعه يعني. والانفانتايل بوليسيستيك كيدني ده اوتوزومال ريسيسيف، يعني صفه متنحيه، والجين اسمه بوليسيستين 2 جين. طيب الجروس بيكشر فرق ما بين الاثنين، الادلت بوليسيستيك كيدني حجم الكيدني هيكبر ويبقى مليانه كورتيكال سيست. ليه؟ لانها تاخد وقت، هيعيش بيه 30 40 سنه، فتبدا الكيدني تتنفخ وتاخد ايه حجم اكبر من حجمها. الانفانتايل بوليسيستيك كيدني ما بيلحقش يكبر، ولكن باخد كات سيكشن الاقي ان الكيدني فيها راديال ميدالري سيست، يعني السيست موجوده في المدله مش في الكورتكس، وراديال يعني طوليه ما هياش منفوخه قوي لان ما لحقش يحصل مشاكل، ما عادش فتره طويله. مايكروسكوبي بيكشر بتاعت الاثنين هلاقي سيست اللايننج بتاعها هي اللايننج بتاعت تيوبل ابيثيليوم. ايه الكومبليكيشن؟ بيلاقوا ان الادلت بوليسيستيك كيدني مشكلته ايه؟ يقول لك ده عيان بقى له 30 سنه و40 سنه، كيدني مليانه سيست، وتنفخ السيست دي تضغط على الكلى. الضغط على الكيدني ايه؟ هو الهرمون بتاع الكيدني اللي بيطلع الرينين، فيحصل هايبرتنشن. يبقى اول كومبليكيشن الهايبرتنشن، ممكن تؤدي الى فشل كلوي مع الوقت كرونيك رين فيلير، وبيبقى معاها كونجنتال اسوشيشن، بقى في مصاحب ليها عيوب خلقيه ثانيه زي الكونجنتال انيوريزم. ايه الكومبليكيشن بتاع الانفانتايل بوليسيستيك كيدني؟ ده مشكلته ان كل النفرونز بتاعته فيها سيست، كون السيست او بلايند اندد، ما بتنزلش ما بتنزلش يورين، وبالتالي بيموت باكيوت رينال فيلير، ده بيموت. وممكن يبقى اسوشيتد بكونجنتال هيباتيك فايبروز، عيوب في ليه الادلت بوليسيستيك كيدني بيعيش وليه الانفانتايل بوليسيستيك كيدني بيموت، مع ان هما الاثنين عندهم سيست في الكيدني. المشكله الاساسيه تكمن في كميه النفرونز. لو انا عندي مليون نفرون، 50 نفرون منهم مثلا فيهم عيب خلقي وكونوا سيست وما نزلوش اليورين اللي فيهم للتيوبيول، هيعيشوا بقيه النفرونز، ده الادلت. يبقى سام نفرونز بيبقى فيها ديفكت، ولكن في الانفانتايل كل النفرونز اللي موجوده في الكيدني او اولموست نفرونز بتبقى سيستيك، وما بتنزلش، نوت كوميونيكيتنج مع تيبيول، ما بتنزلش يورين، وبالتالي الكيدني ما بتشتغلش خالص. ده بالنسبه لبوسيستيك كيدني. في بعد كده عندنا مقارنه مهمه بين النفريتك والنفروتك اللي هم مرضين الكلى اللي هم جلوميرولونفرايتس، المشكلتين نفريتك سندروم والنفروتك سندروم. الفرق ما بينهم في الاساس نفريتك جاي من كلمه ايتس، نفرايتس معناه ان في انفلاميشن في الكيدني حقيقي، في التهابات فعلا. وطالما في التهابات يبقى في انفلاماتوري ميدييتورز، وطالما في انفلاماتوري ميدييتورز يبقى في خلايا بيحصل لها بروليفريشن، والميدييتورز بتعمل اندوثيليال كونتراكشن، يبقى الكابيلاريز بتاعه الجلوميرولس البور ساعتها بتوسع، وبالتالي بتنزل خلايا، فالعيان ده بتنزل عنده الخلايا في اليورين، اهمها الار بي سيز، فبلاقي عنده دم في اليورين، بلاقي عنده الاساس هيماتوريا، الاساس هيماتوريا.
بينما عيان النفروتيك ما عندوش التهابات حقيقيه في الكدني، ولكن كل مشكلته ان البيز ممبرين او البودوسايتس بتاعت الكلى المسؤوله عن البروتين بيرميابيليتي بيحصل لهم ديفكت مناعي، وبالتالي بيبقى البروتين بينزل، بروتين اللي موجود في الدم بينزل، فمشكله النفروتيك الاساسيه هو بروتينوريا. طبعا هنعرف الاسباب اللي بتعمل نفريتك والاسباب اللي بتعمل نفروتك والميكانيزم انا قلته. الكلينيكال مانيفستيشن، عيان النفريتك عنده ايه؟ الاساس في النفريتك ايه؟ دم ولا بروتين دم؟ هيماتوريا. ده ما يمنعش ان في شويه بروتين بينزلوا بالدفع مع الار بي سيز يتزقوا يبقى في مايلد بروتينوريا، وطالما في بروتين بينزل من الدم لليورين يبقى هنفقد جزء من بروتينات الدم، وبالتالي عندها بيحصل له اديما ولكن مايلد، بتظهر حوالين عينيه بري اوربيتال اديما. طبعا الجلوميرولاي بتبقى مليانه خلايا، وبالتالي كميه الميه اللي بتنزل تبقى قليله، فبيحصل عنده اوليجوريا، وطالما كميه الميه قليله اللي بتنزل العيان ده بيدخل فيه يعني كانه كده فشل كلوي، بس هو مش فشل كلوي، بيسموه ازوتيميا. ازوتيميا يعني مايلد يوريميا، الاقي عنده اليوريا والكرياتينين عاليين، وبالتالي الضغط بتاع الكدني بيعلى، يبقى ضغط الجسم بيعلى هايبر تنشن، لان هرمون الطوارئ بيبدا يشتغل، رينين هيعلى في الجسم يحصل هايبر تنشن. يبقى هيماتوريا، مايلد بروتينوريا، مايلد هايبروتينيميا، مايلد ايديما، يورين قليل، اوليجوريا، ضغط الدم يعلى، هايبر تنشن، وازوتيميا يعني مايلد يوريميا. العيان النفروتيك لا، العيان النفروتيك الهيماتوريا بتاعته انسجنفيكانت يعني، ولكن الاساس عنده بينزل بروتين، بروتين كتير، كتير كام؟ انت عندك الدم فيه 6 جرام بروتين، بينزل اكتر من 3.5 جرام بروتين بير داي في اليوم، بيفقد نص بروتينات الجسم، طبعا هيحصل هايبوبروتينيميا فظيعه جدا، وجنرالايزد ايديما، البروتين مسؤول عن الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما، فبالتالي الميه اللي في الكابيلاريز تبدا تهرب من البورز، ومفيش بروتين بيحافظ عليها، فتبدا تخزن في الانسجه ويحصل جنرالايزد ايديما. مناعته ضعيفه، بتقل لورد اميونيتي. ليه؟ لانه بس مش بيفقد البوم بس، بيفقد اميونو جلوبولين كمان، بروتينات الدم منها اميونو جلوبولين، فبينزل في اليورين، وبالتالي يحصل له ضعف في الاميونيتي. طبعا الكبد مش هيقعد ساكت، يحاول يعوض نقص البروتين، ولكن الكبد بيصنع لايبو بروتين، البروتين اللي في الجزء اللايبوبروتين هينزل، والليبيد يبقى في الدم، وبالتالي عين يحصل له هايبر ليبيديميا. يبقى انسيجنيفيكانت هيماتوريا، سيفير بروتينوريا او سيفير هايبروتينيميا، ويؤدي الى جنرالايزد ايديما وضعف في المناعه، لانه بيفقد بروتينات من جلوبولين وهايبر ليبيديميا بسبب انتاج اللايبوبروتين. اشهر مرض عندنا واهم مرض من اسباب النفريتك هو الاكيوت ديفيوز بروليفيرتيف جلوميرولونيفرايتس، او اللي بنسميه بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. ده اشهر نفريتك سندروم بيجي في العالم، وهو اشهر نفريتك بيجي في الاطفال. الاتيولوجي بتاعه شبه الروماتيك فيفر، الطفل بيجي له التهاب في الابر ريسبيراتوري تراكت بيتا ميك ستريبتوكوكاي، ولكن ليس النوع الكاردياك، نوع اسمه نيفروجينيك، يعني بيعمل بيبقى مشاكله كلها اللخبطه كلها مع الكلى. الانفكشن ما بيروحش للكلى، خدوا بالكم الانفكشن موجود في الابر ريسبيراتوري تراكت، ولكن بيتكون اميون كومبلكس او انتي بوديز بتعمل اميون كومبلكس. اميون كومبلكس ده يترسب في الجلوميرولاي، ينشط بقى الكومبلنت ويعمل التهابات حقيقيه في الكلى، الالتهابات دي تاثر على الجلوميرولاي. تحت الميكروسكوب موضوع بسيط، هبدا الجلوميرولوس من اوله، من اوله خلاص عندي كابيلاري، بعد كده بومنز كبسول، والبومنز كبسول ده بيحتوي على مجموعه خلايا هيحصل لها بروليفريشن، وبعد كده عندي تيوبيولز. نبدا بالكابيلاريز، زي اي انفلاميشن هيحصل ايه في الكابيلاريز بتاعت الكدني؟ دايليتد. طب البومنز كبسول هيتملى خلايا، ايه الخلايا؟ كل انواع الخلايا، وكمان شويه بروتين، بس اهمهم طبعا الار بي سيز وشويه نيتروفيل، لان انا اكيوت انفلاميشن وفيو بروتين. طيب البومنز كبسول او الجلوميرولس فيه خلايا اللي هي الميزانجيال سيل، الاندوثيل سيل، والبودوسايتس، بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل فيهم بروليفريشن. ليه؟ لان في ميدييتورز هتشتغل في الالتهابات، تبدا تحفز نمو الخلايا بتاعه الجلوميرولاي اللي الاندوثيليوم والبودوسايت والميزانجيال سيل، يحصل لهم بروفيشن. بنسمي المرض اكيوت ديفيوز ايه؟ بروليفريتيف. نيجي للتيوبيولز، تيوبيولز هتحتوي على الكاست. يعني ايه كاست؟ يعني كل المنتجات اللي موجوده في بومنز كبسول اللي هي الار بي سيز بقى والنيتروفيل والبروتين اللي نزل، كل ده نزل من الدم جالي من الكابيلاريز، هيقوم نازل في التيوبيول، والتيوبيول بقى فيه قوالب بيسموها كاست، بتزيد مع الحراره، لان الحراره بتسخن البروتين، يقوم يتجلط ويمسك في الايه؟ في الخلايا. وممكن الكاست تبقى عباره عن خلايا بس، ممكن تبقى بروتين بس، ممكن تبقى ميكسد كاست، هاي لاين كاست، وما الى ذلك. نقطه مهمه، الالكترو مايكروسكوبيك بيكتشر، الالكترو مايكروسكوب بيكتشر اوف اكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس، يقول لك ان انا بقى الالكترو مايكروسكوب بيتكلم على حاجتين، عندي كومبلكس ولا لا، ومكانه فين. عندي كومبلكس، عندي كومبلكس، احنا قلنا بيسموه هامبس، هامبس يعني كتل ضخمه، مكانها سب ايبيثيليال، وده المكان الستاندرد يعني تحت البودوسايت.
طيب الاميونو فلوريسنت ايه وظيفته؟ بيقول لك ايه نوع الكومبلكس او ايه نوع الانتي بودي؟ هو اميونو جلوبولين جي في الغالب، والقاعده العامه اميونو جلوبولين جي ما لم يكن المرض فوكال. لو المرض فوكال قول اميونو جلوبولين ام، وهنا ممكن يجي ام برضه ولكن الاساس اميونو جلوبولين جي. ايه الكلينيكال بيكشر؟ اعراض النفريتك اللي احنا قلناها، هيماتوريا، مايل بروتينوريا، مايل هايبروتينين، القصه اللي قلناها كلها. ايه مصير الحالات دي؟ معظمها بيخف، نسبه بسيطه بتخش في رابل بروجريسيف جلوميفرايتس. ايه قصه الرابل بروجريسيف جلوميفرايتس؟ كريسنت جلوميفرايتس اسوأ حاجه ممكن تقابلنا. بيقول لك طفل بدات الحاله الاول بستريبتوكوكال انفكشن، وبعد كده دخل في اكيوت ديفيوز جلوميفرايتس، بقى لقينا لون الدم، لون اليورين مغير، مش هو ما بقاش احمر، يبقى سموك يورين، او تلاقي اللون معكر كده. يقول لك بعد المفروض ان انا متوقع الطفل ده يخف، عملنا تحليل وظائف كلى لقينا عنده اليفيتد يوريا وكرياتينين، ده عادي لحد دلوقتي، عادي جدا متوقع لان بيحصل ازوتيميا مع انفريتك، ولكن مع الوقت ديتيريتد تورينال فيلير والطفل ده مات. الكلام ده بيحصل في نسبه من حالات البوست سريبتوكوكال او مع مرض اسمه جود باستشر سندروم بيضرب الكدني واللنج، او لو حصل التهابات شديده مناعيه في الكلى زي مرض اسمه ويجنر ديزيز. المايكروسكوبيك بيكتشر هو نفس الكلى، ان الكابيلاريز هي في الاول بتبقى دايليتد ولكن بيبدا يحصل دامج، بيقول لك لسبب ما المرض المناعي دمر الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الكلى فبيبدا يحصل فيها جلطات. طبعا عشان كده انا هخش في ريال فيلير. ده مش بس كده، تيجي بقى بومز، انا ماشي بنفس الترتيب على فكره، كابيلاري بومز كبسول خلايا تيوبيول. الكابيلاريز قلنا هيحصل فيها دامج بقى مش بس دايليتيشن، ويكون فيها جلطات لان الانسولين لما بيتكسر لازم تكون جلطه. بومز كبسول مليان جميع انواع الخلايا، في برضه في ار بي سيز ونيتروفيل وبروتين، ومليان بس كومبليتلي فيلد، يعني مش هتلاقي فيه خرم ابره فاضي. الخلايا بيحصل فيه سيفير بروليفريشن للخلايا وبروليفريشن للبرايتال سيلز كمان، احنا كنا قلنا في اندوثيليال وميزانجل والكلام ده، هنا بقى برايتال سيلز. عشان كده بتلاقي البومنز كبسول لونه احمر، احمر ليه او بينك، يعني مليان خلايا. الخلايا اللي جواه بروليفريتد، ده بالاضافه لكميه الخلايا الكتيره والبروتين اللي جم من الدم، فالبومنز كبسول اتقفل خالص فيبان شكله هلال احمر، يسموه كريسنت. كريسنت يعني معنى كده بومنز كبسول مقفول. احنا قلنا الكابيلاريز مضروبه ومقفوله بجلطه، بومنز كبسول مقفول، مقفول بخلايا جالي من الدم ومقفول بخلايا بروليفريتد عامل كريسنت. التيبيولز كمان هيحصل لها نيكروز، ما انت خلاص مفيش دم بيوصل التيبيول، الكابيلاري ضربت، فيحصل نيكروز في التيوب الابيثيليوم، وممكن بعض الكاست ينزل فيها، وبالتالي كل حاجه مقفوله. يبقى الكابيلاري مقفول بجلطه، بومنز كبسول مقفول بخلايا بروليفريتد وخلايا جايه من الدم خاصه البرايتال سيلز بقى شكل كريسنت، التيبيول مقفوله بتيوب الابيثيليوم واقع منها وكاست، لان في نيكروز في تيبر ابيثيليوم وكاست جاي لي منين؟ من الجلوميرولاي، وبالتالي بيدخل ما بينزلش نقطه يورين في الحالات ديت خالص. يورين هيتحرك ازاي؟ لا الدم جايب لي ميه ولا الميه بتحصل لها فلتريشن وتنزل، وبالتالي بيدخل في رينال فيلير، اكيوت رينال فيلير، المرض ده بيموت. الالكترو مايكروسكوبيك هلاقي برضو اميون كومبلكس، والله لو الحاله كان ستريب بوست ستريبتوكوكال اللي هي اللي فاتت اللي قلناها، يبقى هلاقيه في نفس مكانه صاب ابيثيليوم، ولكن لو مرض لو جاي بعد جود باستشر ديزيز او جود باستشر سندروم هلاقيه موجود فين؟ موجود في سب اندوثيليال وبيبقى لينير. الاميونو فلوريسنت نفس الكلام، قلنا اميونو جلوبولين جي، الحاله بتبقى ممكن نفريتك وبتدخل في اكيوتران فيلير، ولا عنده بروتينوريا اي حاجه بقى ممكن تنزل ملوش شكل ثابت، ممكن شكله نفريتك او معاه بروتينوريا عنيفه وبيدخل في اكيوت رينال فيلير. مصيره طبعا بيموت لان بيدخل في اكيوت رينال فيلير. بالنسبة للنفروتك، النفروتك أنا عندي اتنين مهمين في أسباب النفروتك، مينيمال تشينج جلوميفرايتس وممبرينس. ليه الاتنين دول مهمين؟ مينيمال تشينج جلوميفرايتس مهم لأنه أشهر سبب، أنا بتكلم في النفروتك دلوقتي، أشهر سبب للنفروتك سندروم في الأطفال. لو طفل اتنفخ كده وبقى بالونة مية، يبقى أشهر سبب عندنا إيه؟ عندنا المينيمال تشينج. ليه سموه مينيمال تشينج؟ أقول هو بيجي في الأطفال، ملوش إيتيولوجي واضح، النون إيتيولوجي فيه نظريات، ممكن إنفكشن أو غيره أو أوتوميون أو الكلام ده. سموه مينيمال تشينج لأن أنا الميكروسكوب بيكشر بتاعته ما بشوفش حاجة في الجلوميرولاي. كل اللي بشوفه فات في التيبيول، بلاقي فات في التيبيول بتاعت الكدني، إنما الجلوميرولس نفسه ما فيهوش حاجة. الإلكترو مايكروسكوب بقى لو جيت ركزت على جهاز بالإلكترو مايكروسكوب هلاقي إن البودوسايتس فودوسايتس اللي هي الابيثيال سيلز بيحصل لها فيوجن للفود بروسيس بتاعتها، يعني بتفقد الرجول بتاعتها، بيحصل لها افيسمنت،
فيسمنت او فيوجن اوف فود بروسيس وفودوسايتس، يبقى بنفقد الرجول ده في الجلوميرولاي، وفات في التيوبيول ده فين؟ في التيوبيول. يبقى بالالكترومايكروسكوب بنفقد الرجول يحصل فيوجن اوف فود بروسيسز، والمايكروسكوبيك فات في التيوبيول ده اللي هو الايه مينيمال تشينج. ما بشوفش بالايميفلوسنت حاجه لان ما عنديش اصلا اجسام مضاده، والكلينيكال بيكشر الطفل ده نيفروتيك مصيره بيخف يعني ما يخفش، لو خف يخف بالكورتيزون، لو ما خفش هيقل بكرونيك رينال فيلير. طب نيجي نتكلم على الممبرينس. الممبرينس ده اهم واحد في النيفروتيك لانه الكبير بتاعهم، ده اشهر سبب نيفروتيك في الكبار في الادلتس، وطالما كبير يبقى اسبابه كبيره، ممكن يبقى سببه برايمري ايديوباثيك هو من نفسه كده او سكندري، ولو سكندري يجي بعد امراض كبيره. اشهر الامراض العالم، اشهر مرض في العالم دايابيتس، اشهر مرض في الكبد في مصر هيباتيتس سي، اشهر مرض في الكبد زمان بالهرزيز، اشهر اوتو اميون سيستميك لوبس. يبقى الكبير بيجي مع حاجات كبيره دايما، يا اما بيجي ايديوباثيك من نفسه مش محتاج يجي ورا حاجه، او لو جه ورا حاجه بيجي ورا حاجه مهمه ورا حاجه كبيره. اشهر مرض في العالم ورا اشهر مرض في الكبد ورا اشهر مرض في الكبد في مصر زمان ورا اشهر اوتو اميون. طيب ايه الميكروسكوب بيكشر بتاعه؟ دايما احنا قلنا بنجيب الميكروسكوبيك من الاسم، اسمه ميمبرينس، يبقى عندي ميمبرين. ماله الميمبرين؟ ثيكند، ثيكند بس لا وسبايكي، يعني في سنان، فبيسموه هير كومب، عامل زي مشط الشعر. تحت الالكترومايكروسكوب عندي ايه في الالكترومايكروسكوب؟ القاعده بتقول سب ايبيثيليال ديبوزيتس، سب ايبيثيليال ديبوزيتس، تمام. ولانه نيفروتيك فبلاقي برضو في فيوجن للفود بروسيسز بيفقد الرجول. الاميونو فلوريسنت قاعده العامه ايمونوجلوبولين جي لانه مش فوكال. كلينيكال بيكشر ده نيفروتيك، يخف ولا ما يخفش؟ ممكن يخف او ممكن ما يخفش، يدخل في كرونيك رينال فيلير. خلاص الممبرينو بروليفرتيف، هو على فكره الممبرينو بروليفرتيف هو اسبابه قريبه منه، ممكن يبقى برضو برايمري او سكندري نفس القصه، ولكن الممبرينو بروليفرتيف ده بنسميه بوشين. بوشين ليه؟ لان عنده من كل حاجه اتنين. نيجي نلاقي مثلا ايه في الميكروسكوب بيكشر بتاعت الممبرينو بروليفرايتس، الاقي حاجتين، ممبرينو بروليفرتيف، يبقى الممبرين ثيكند، وبروليفريشن اوف الخلايا. انه خلايا هنا بقى مميزه ميزانجيال سيلز. طب الممبرين اللي ثيكند ده ثيكند بس؟ لا ده ثيكند وسبليتنج، حصل له سبليتنج، اتقسم بقى اسمه ترام تراك، عامل زي شريط القطر او شريط الترام، تمام. يبقى ممبرينو بروليفرتيف، ممبرين تخين مقسوم وبروليفريشن للميزانجيال سيل. تحت الكترومايكروسكوب عندي نوعين، احنا قلنا من كل حاجه اتنين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 هلاقي فيه ديبوزيت سب اندوثيليال او ميزانجيال، بيجدد دايما، جديد الكلام ده اول مره اقوله اهو. تايب 2 جديد برضو، الممبرين انت الديبوزيت انترا ممبرينس، جوه الممبرين. يبقى المواد المترسبه في النوع الاولاني سب اندوثيليال، خلي بالك مش ايبيثيليال، سب اندوثيليال او ميزانجيال، خد المكانين اللي ما جوش قبل كده. وتايب 2 مكان جديد خالص اللي هو انترا ممبرينس. نوع الديبوزيت برضو ميونوجلوبين جي او كومبلمنت، في النوع الثاني بقى كومبلمنت. عنده كل حاجه اتنين قلنا، يظهر باعراض نيفروتيك او ايه او نيفروتيك. الفوكال سيجمنتال جورميو سكيروزس دوت النوع اللي بيجي في عينين الايدز غالبا، او ناس بتشم الهيروين حسالة المجتمع، والنوع دوت بيبقى خطير جدا لانه بيعمل طبعا من اسمه فوكال سيجمنتال جورميو سكيروز. فوكال يعني يجي في بعض الجلوميرولاي، سيجمنتال يجي في بعض الكابيلاريز. جلوميريو سكيروز يعني بيحصل هايلاينوز الاول بعدين تصلب في الايه في الجلوميرولاي. ممكن الاقي فيه ديبوزيتس، ممكن ميزانجيال ديبوزيتس في بعض الحالات، وطالما فوكال يبقى نوع الاميونو فلوريسنت، نوع الانتي بودي ايه اميونو جلوبولين ام، وده برضو بيظهر باعراض نيفروتيك سندروم، ولكن ده بيقلب بفشل كلوي، يعني ما تقولش هنا انه بيخف. ده بالنسبه للاسباب بتاعه النيفريتيك والايه والنيفروتيك، والجزء الثاني هنكمل بقى.